من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوز مع محمد الخماسي على EFM أحلى غدو. EFM أحلى راديو، أهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل أو خارج حدود الوطن، وين ما يشللكم صوت EFM، ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زيان ونهاركم أسعد الأيام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الثاني من برنامج الدوامة بلوس، حلقة الخميس 18 جانفي 2024، نرجع فيها على أهم وأبرز مسار في تونس والعالم العربي والحدث الإفريقي الأبرز كأس أمم إفريقيا. نرجع على تسريحات ياسين مرياح واعتذاره من الجماهير التونسية، نحكي على المباراة القادمة ضد منتخب مالي، مع العلم أنه فما زيادات في عدد الإصابات بالملاريا في صفوف المنتخب المالي، ونحكي سياسة عودة إلى تونس. نحكي على شأن الداخلي، وزيرة العدل تقول أنا قلبي مريض على كل حد في السجن، شنو الحكاية شنو الموضوع، وسامي عبو في رسالة جديدة إلى رئيس الجمهورية. هذا الكل أكثر مع الفريق اللي باش نتعرفوا عليه توتسويت. البداية بالجراندي الكابيتانو خالد علي لوتشانو أتويتي. خلود مرحبا. مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي ومستمعات EFM. محمد أنا مستاء برشا. إن شاء الله خير. علاش؟ على الخنيسي الراجل مضروب والناس تضحك في الفيسبوك ويهبط، تقول لهم راهو نحي الاسبيرانس والكليب راهو جندي تونسي. بالضبط. حاجة أخرى اللي تقلق محمد، اليوم نشوف لي كومنتير والحاجات على ليكيب ناسيونال، توا ولات بالفيسبوك وبالحاجات يخلطوا يوصلوا برشا، يوصلوا للجوارات، وهو توا الناس تعمل في كوتش مونتال في الجمعيات، والواحد باش يحفز الملاعبية على خاطر أول حاجة راهو أخيب حاجة إذا فقد عبد الثقة راهي ما فماش ما اخيب منها. بالضبط. اليوم وقت اللي ندخلوا لهم نحن ويفقدوا الثقه، نتصور ما عادش ينجموا. انا نعرف محمد لعبت الكوره، كي تبدا المورالمون خاطر لوموسيون عندها قيمه في الكوره. صحيح. لوموسيون دونك. اليوم بالله يا ناس نقصوا من الضغط، وهاكم شفتوا في الكوب دافريك راهو ما فماش ماتش مربوع. راهو ما فماش ماتش مربوع، ساعة كي نقولوا كريتيك ولا حاجه ننقدوا مش بعصبيه ولا لازم يقعد في اطاره. يقعد في اطاره. بالضبط. يعني اليوم مش بالكراهيه محمد، كي نحكيوا كوره فما حاجات نجموا نقولوهم، وماذا بينا ديما بوزيتيف، وان شاء الله علاش لا ما نمشيوش لبعيد بالكيب ناسيونال. واضح. من اقوى الجمل خالد اللي قلت انت توا، لكن سمعتها مره على لسان ارسين فينغير، يقول لك لا كونفيونس في لا ديفيرونس، الثقه تصنع الفارق. معناها اليوم كي نبداو عندنا ثقه في فريقنا ولاعبينا يدخلوا عندهم الثقه الكافيه، يزي مشاككنا يزي سيدي. الشعب التونسي ضامر برشا راهو على مواقع التواصل الاجتماعي، ضامر ياسر، لكن اليوم هات نقفوا مع المنتخب في الماتش الثاني. قول خالد شوف ايش يقول لك. انا كي بديت معاك من الاول من ما ادرى كيفاش محمد بالحق هي. بعد كي وليت عطيتني الثقه الحمد وليت لله. انا بيدي اكلي نحس روحي، معناه فما كلام كنت خاف باش نقول. بالضبط. وليت اكلي نجم نتكلم الحمد لله. اليوم ان شاء الله نعطيو ثقه في جواراتنا وان شاء الله يمشيوا لبعيد ان شاء الله. الله يخليك خلود. نتعدى الى السيد العميد السابق السيد علي شوشان. سيد علي مرحبا. مرحبا بك سي محمد، مرحبا بكيف اعضاء الفريق الممتاز الساده المستمعين المحترمين. سي محمد نحب ننوه تنويه خاص، مجهود جبار يقوم به رجال الخفاء، بعض رجال الخفاء اللي هم إطارات كفاءة من التفقدية العامة للأمن الوطني، يدوروا في كافة تراب الجمهورية ويدققوا في الشهادة العلمية. آه ممتاز. بتعليمات من عند السيد الرئيس وبإشراف مباشر للسادة الولاة، ويقوموا بمجهود جبار. شنو جهة شكوني؟ تدقيق في الشهادة العلمية. تفقدية. ألاهي من التفقدية العامة للأمن الوطني. الأمن الوطني تبع وزارة الداخلية. يقوموا بمجهود مجهود جبار سيدي حسن. ممتاز. ويعطيوا في. أنا مرتاح ما عنديش شهادة ما عندهم ما يدققوني. في منتوج ممتاز. ونتمنوا لهم التوفيق. أيوه. وإن شاء الله تواصل مجهودكم كما هو بديتوه، معناها جبار جدا يا سي توفيق. الله يخليك سيد علي، رسالة وصلت لسي توفيق اللي ما نعرفوش، لكن أكيد مدام سيد علي نوه تنويه هذا الخاص، فتحية شكر لكل رجال الدولة اللي قاعدين يخدموا، وتحية شكر توصلك أنت سيد علي شخصيا من عدد من المستمعين، وخاصة بعد حديثك على قفصة في أكثر من مرة، فحبيت نوصل لك هذه وهي أمانة. إلى رجل المغامرات رئيس التحرير السابق سيد حسن بن عثمان. سيد حسن مرحبا. مرحبا بسيدي محمد رجل المغامرات. وين المغامرات؟ وتشوف فيها المغامرات؟ ما حبيتش المغامرات والادخال والغابه وكل يعني الحصيل. شبيه لي الكرسي اللي بجنبك فارغ ساعه. اولا يعني انا مشوف ما نحس متصور كي يفرغ الكرسي اللي بجنبي، نحس يعني بانه جنبي يعني يحس بالبرد. لا لا مفرغ يعجبني خليني نتك عليه. ايوه. مع اني والله يا محمد يا اخوي اتمنى
أتمنى من كل شغاف قلبي أن الأختنا يعني ثريا إن شاء الله ربي يفرج عليها وترجع لنا سلامات. ويا أخويا هالوقت هذا متاع أمراض يا أخي. أي لطف عليها وسوتها البارح كذا المريضة كذا المريضة تبعد علينا. أي أيوة ينجموا يرجعوا للناس اللي يسمعوا فينا يرجعوا البرنامج البارح كي قلت ما عادش تجيبها وهي فيفهموا يا ولدي أنا موسوس يا ولدي نوري نغسل في أحناكي ونغسل في فمي ونغسل في خشمي وتدخليش الجرثومة من تالي من اللي من قدام والله. سلمت على المستمعين أولا يعني خليتيش فرصة يا مرحبا ويا مرحبا أسمعني نحن توا يا مرحبا مرحبا السادة المستمعين والسيدات المستمعات وربي يفضلهم لينا ديما يسمعوا فينا وديما نشيخوا مع بعضنا وإن شاء الله دائما نقدموا لهم منتوج يعني يليق بسيادتهم وجميعهم. وحبيت نقول لك نحن موتوا الكرة نهارين سادت انت لاحظ في تونس موجات ناس كل تغطس في الموجات ناس كلها كل المنابر وكل الحصص وكل البرامج يغطسوا في نفس توا كانش عندنا موجة غزة ايوه الناس كل واللي يقول يقولوا صباح الخير يقولوا صباح الخير أيوة. وغزه وضربه صباح الخير وغزه صباح الخير وغزه لا فما المتشائمين يقول لك منين الخير وغزه خويا الله يرحم والديك توا أيوة. يعني كوره اللي يتكلم يقول لك جاي القادم شكون جاي شكون يا اخي الهم هذول يا اخي السلام عليكم خليك حسنين احوال الكياس تدشيت مع ايوب الغايب وراجعين من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدو يا فهم على راديو. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم حلقة اليوم بحضور السيد حسنين حسن بن عثمان السيد علي شوشان والكاتب والروائي خالد علي تويتي. تغيب علينا ثريا العمري لأسباب صحية سلامات إن شاء الله باللطف عليك وترجع في أقرب وقت للمجموعة. تغيب ثريا لكن خالد يقول لي الفقرة ما تغيبش واللي هي طاقة الأسامي. خالد اليوم حضرنا طاقة الأسامي مسكين أصيب بالعدل يا ثريا خويا ثريا ربي يشفيها محمد. وفما بكري ناس بكري تعرف شو يقولوا يقولوا كون معاندي وما تكونش حسو. أيوة أنا عجبتني متاع طاقة الأسامي مقتنع بها معناها بالحق حتى البر يسألوا علي العباد يا أخي يقولوا لي يا أخي بالحق قلت أنا مرام أخوتي تحكي لي على أخوتي أقرب الله. عباد لي اللي النجم نحكم عليهم تحكي لي على اسم ما نعرفوش. أيوة مش كيما أخوك معاشر واحد. فاليوم عملت ريشيرش وبحثت طاقة الأسامي مشيت عملت على نبي. الاسم شكون؟ نبيل. نبيل باه يطلعش نبيل القروي نبيل نبيل هو النجيب. أيوة. الأصيل الشريف الفضيل باه يحب الحياة يحب الناس قلبه طيب ويخاف من القدر ديما عنده أصحاب أكبر منه ديما عنده أصحاب أكبر في العمر. من نبيل أكبر منه في العمر باه. العيب الوحيد متاع نبيل ما عندوش كلمة ما عندوش كلمة أو خلق لها باه تعرفوش شكون اسمه نبيل؟ أنا أخويا اسمه نبيل. تحية نبيل وتسمع سي خالد ايش قال لك فما منهم الأوساف اللي قالهم الأخرانية برك ما فهمني الأخرانية باقي كل مريك كل موجود باه. هو اسم نبيل حقيقة اسم رائع. تليفونك راه اللي كان ينقز مش تليفوني بلا حتى شيء ما سمعتش ما سمعتش تعد خلينا في نبيل المهم الموضوع اللي جابه خالد ايوه ومهم تاعش غب التليفون ساعات اسمعني هو اسم رائع ودائما كان قرين الفروسية أيوة. والشهامة أيوة. والعظمة إنسان النبيل ولكن أحيانا عنده اسمه الضديد اسمه الرذيل ساعات ساعات ذيك الأسماء الأضداد ساعات الأسماء الأضداد الاسم يدل على شيئين في ذات الحين ذيك ويستعمل مثلا كنقول أنا نبيل القروي اسم نبيل يصبح في حالة القروي للسخرية السخرية اي المفروض هو رذيل القروي رذيل القروي المفروض قلت لك المفروض هذاك كما قال ما تفكر له حتى شيء باهي حسن بن عثمان شو باهي ما تفكر له يا خويا يا خويا عنده حاجه غوله عنده ذوق نتاع نخاسين تعرفك بياعة الرقيق باعي الرقيق انا في ذكوره عنده قدره وموهبه في ذلك دوبيري واحد من تالي واللي من قدام يقول لك هذا وين يتحط وكان شد في خديمته وراه ولبس عليه للاسف ايوه اللي قالهم لو ساف خالد بصراحة أصابة يعني في حكاية ما عندوش كلمة
واضح. شكرا لك خالد، ان شاء الله ثريا تقبل انك وليت منافسها في الفقره هذه، لكن ما يعطيك الصحه كنت دقيق جدا. باش نتعدل سيد علي شوشان، وهوني سيد علي باش نحكي لك على طرفه ولا واقع صارت لي ليامات هذوما، وكلمتك دايور وحكينا في الموضوع. قلت لك عندي صديق وقفني في الشارع، الحقيقه ما نعرفوش، اول مره نلتقيه، من حكايه لحكايه على البرنامج يسلم، فقال لي اسال لي سيد علي شوشان حرفيا، قال لي راو انا وين نتعدى على ساقيه ولا بكرهبتي يوقفوني الامن، مع العلم قال لي راني اموري مريقلة، خدام على روحي حتى ملامحه باهي. قال لي شوف كانت راني تحسني حاجه قل. قلت له والله ما شاء الله عليك. قلت له علاش يوقفوك؟ قال لي فالكل يقولوا لي الحس الامني قال لنا ثبتوا مع السيد هذا. قال لي اسال لي شنو هو الحس الامني خلينا نعرف منين الداء نتاعي والمشكل. فكان هوني منطلق البحث تاع السيد علي شوشان اليوم باش يحكي لنا عليه، هو الحس الامني. مفهوم الحس الامني سي محمد عند عموم الناس هو مرتبط عادة وأساسا بالأعمال الشرطية أو الشرطية عموما، والأعمال الأمنية على وجه الخصوص. تسمع ديما وغالبا في الجرائد برجمبل وسائل الإعلام تسمع تمكن أعوان الفرقة الفلانية من إماطة اللثام على الجريمة الفلانية في ظرف وجيز لما يتمتعون به من يقظة وتفاني وحس أمن. صحيح هذا صحيح راه. أيوة. لكن هو ما هو إلا جزء صغير على ايش خاطر المفهوم تاع الحس الامني يعني اعمق واشمل. وحنا بطبيعه الحال الموضوع هذا شائك ومتشعب، ما نجموش نتناولوه كل، لكن باش نتناولوا نحاولوا بعجاله الجانب الظاهر على الاقل ولا بعض المفاهيم اللي تهم الساده. ممتاز. دونك في المفهوم المبتذل الحس الامني هو صفه شخصيه تمكن صاحبها من التعرف على الاشياء والتمييز بينها وادراكها واستشعار معناها اي اخطار معناها قد تحدق بها أو متأتية منها لغاية التوقي منها قبل وقوعها. إيه؟ نعم. إيه؟ حس حس شخصي هذا يمتلكه يمتلك الأمن وغير الأمن، وهو كذلك كان تنجيك في أكثر تفسير. اثنين في ما هو متعلق بالأعمال الشرطية. دكار هنا ما عادش يتسمى صفة شخصية، يولي يتسمى مهارة. دكار مهارة يعني تسقل وتكتسب أي تسقل تسقل بالممارسة والخبرة وخاصة بالتدريب. المهام الأمنية لازم لها التدريب. علاش؟ خطر تنبع من شعور المسؤولية وأداء الواجب اللي يؤدي إلى الاستشعار نتاع أي إخلالات ممكن تمس الأمن الشامل، وبالتالي يسهل التوقي لها. ثلاثة باش نمشيو ما يسمى بالمفهوم الفلسفي للحس الأمني، وهو متعلق أساسا بالذات البشرية، فهو إذن مزية خلقية، وهو نعم وهو يعني مكتسب طبيعي لكل الناس منذ الولادة. كيفاش كونجينيتال؟ سي كونجينيتال. الناس كل تعرف الولد الصغير بيبي ملي يبدأ يحبي بعد شوي يمشي داكور، يقف وحده ولا بمساعدة ويخطو خطوات مباشرة بعد خطوتين ثلاثة باش يتيح ولا كيتيح شي يعمل حذر يديه. أول حاجة يمد يديه برافو، هذا هو الحس الامني. ايوه هذا قاسم مشترك ما بين عموم البشر لانه هناك استثناءات. ثم استثناءات في حشم يسمع المعاقين يولد معاق، والا المتوحدين في ستاد افونسي داكور، هذوما يعني عندهم اتروفي في الحس الامني او ضعف، يا اما مش موجود جمله يا اما ضعيف. علاش يحتاجوا المرافق؟ تلقى الواحد باش يقص كياس يخاف تضربه كهرباء من غير يتلفت لمنا لمنا، والا باش يتعدى يشوف حفره يتيح فيها. هو راها راه مش ما راهاش، لكن ما عندهاش الامن يا منعدم يا ضعيف صحيت الكافي باش ينجم يتفاداه. خارق العاد. هذوما حالتين. فما حاله ثالثه تهم لا انسان واحد اخر، لا ذوي الاعاقه، لا معاق ولا هو متوحد. هو انسان سوي في الاصل، لكن عنده ضعف في الحس الامني. وهذه شفتوهم الناس الكل، هذوما الناس اللي تلقى عندها مشكله في النوسيون دو ليسباس في المحيط، الفضاء المحيط به داكور، من نوعك اللي اكيد راكم ريتوهم تستدعاها لدارك مثلا، يدخل الصاله خطوتين ثلاثه يعثر في الزربيه يمشي لك. أيوة. يمشي ديريكت للتلفزه يطيح حالك تقوم وفي ابتلاء يعتذر لك، يدور يطيح الفازه ويكسر البيبلوتيك. أيوة. ولا تستدعاه على فطور يقعد معك في الطاوله هو كامل يهز معاه الطاوله. مشيت. صح دونك نوع اكيد. أيوة. راكم شفتوه. باه دونك هذا
لا ما شفناهم الا مش في موجودين. لا موجودين كل شيء كذا اللي ضرب حاله في دماغه فما وقت كل شيء كان يعني خارج على الواحد ده يعني متعتعن تعتعه الاشياء تعتعته اصبح يرديك حمارة او الحمارة ديك. وبما انه كل شيء مبني على الاضداد في الدنيا هذه، فما الخير والشر، فما الابيض والاسود، فما الماء والنار، فما الروح والجسد، فما الذكر والانثى، صح. فحتى الحس الامني عنده الضد نتاعه. الور لا هاو المهم هنا فلسفه قيمه الفلسفه نتاع الحس الامني. ممتاز. الضد نتاع الحس الامني هو ما يسمى بالنزعه الاجراميه، لانتويسيون كريمينال. هو في الاصل ماهوش ضد، لكن هو انه كونتينيتي، معناها حاجه مكمله حاجه، باعتبار ان الحس الامني والنزعه الاجراميه ينبعان من سراج واحد وهما غير محسوسين. مش سراج عادي، من سراج واحد. نقول لك سراج يعني مضيء. اي سراج اما اقول من حاجه ديفين، حاجه يعني سبيريتويال، حاجه سرمديه الهيه سرمديه. اكزاكتومون. ف ما هو في اوله ولا في اصله حس امني، في خاتمته نزعه اجراميه. واش نعطي لسيادتك والساده المستمعين اكزامبل باش الناس الكل تفهم. هو باعتبار غير محسوس، انا جرأت مثلا مره في احد المدارس الامنيه العليا اني جسدت. كنت تدرس انت؟ اي نعم. جسدت الحس الامني والنزعه الاجراميه في حاجه تشبه للمحرار اللي هو الترمومتر. داكور. فاكل الزئبق هذاك الميركوري الموجود في في الترمومتر اللي يطلع في الفينيش نتاع فمك الديابازون الاحمر هذاك. أيوة. اللي يطلع ويهبط حسب المحيط. داكور. يترجم المحيط. فتخيل سيادتك انت الحس الامني هو يعني باش نعطيك ليكزامبل توا يمثل لك الحس الامني. انسان سوي نظيف لا غبار عليه، ما عندوش سوابق، يحوس في جهه معينه، خرج عليه باندي كبير مجرم بشراخ في ديه ولا بطره وناوي له على الشر. ماشي باش يقتله ولا باش يعمل له حاجه. فهنا الحس الامني تاع السيد هذاك يملي عليه باش يهرب. وهذا الاسلم. داكور. يخلط عليه السيد المجرم من سوء حظه يدخل زنقة حادة. أيوة. فيقف ما عادش عنده وين يهرب. يولي هنا إنا بليلو شوا وقفت الزنقة بالهرب. وقفت الزنقة بالهرب. أيوة. يدور للسيد هذاك ويولي ما عادش فما نحكيه على حس أمني لهنا. الحس الأمني اللي عند السيد السوي الضيف باش يرتقي ويطلع كيما المحرار في الترمومتر. الانستان دو سيرفي يولي. نعم. يولي. أيوة. يولي لا يولي نزعة إجرامية. أيوة. وربما نزعة إجرامية تضاهي النزعة الإجرامية اللي عندك المجرم هذاك الواحد. هذاك عنده نزعة إجرامية مفعلة والسوية عندها نزعة إجرامية جديدة غير مفعلة، لكن ينجم يوصلوا لنفس لابوجي الزود. هنا شي يصير يا إما المجرم يقتل السيد الآخر وهنا تولي عنا جريمة وعنا ضحية، وإلا السيد لاعتبارات بدنية مثلا ينجم يكون مريقل بالقداء والآخر المجرم يبدأ ضعيف بدنيا، لكن كذا تمشي ضربة من عند السوية للمجرم يموت. شو اللي عنا هنا؟ عنا مجرم مات وضحية، وفي نفس الوقت ولا عنا ولادة مجرم جديد. أيوة. اتكسرك الميركور هذاك، دونك نزل إجرامية ظهرت. وهنا المفارقة وين؟ أنه ما هو في أصله حس أمني، هو في منتهاه نزل إجرامية. وبما أننا كلنا عنا حس أمني، فأننا كلنا عنا نزل إجرامية. يمكن أن نكون مجرمين. دكار. فأننا كلنا مجرمون. صح. أو يمكن أن نكون مجرمين أو نحن مجرمون مع وقف التنفيذ. يا لطيف. في الحالة هذه التكسيرة نتاع النزعة الإجرامية هي ما يطلق عليها في المجتمع الجريمة. ممتاز. ورب يحفظنا يلطف بينا ويعرف خاطر توا زاد هذا يحدي في جانب يعني الاكسيدون الحادث. كيفاش انك انت مدري ما توك يخلط عليك واحد مجرم لا قدر الله ويثير المجرم الخامد فيك. أيوة. اللي خليته منذ الصغر. أيوة. منذ الصغر واحد مجرم وفجاه يتحرك الواحد ولذا يعني ربي حطيت سيدي حسن مره في وضعيه هكا بركاج ولا حاجه. انا الحمد لله مازلت حي يعني ما متش ما قتلنيش حتى حد وما قتلت حتى حد. الحمد لله. ما تحس الامني تتصور نخدم مع سيدي علي ولا جريمه الاطمئنان سي خالد الاطمئنان باش الناس تطمئن انه القانون راهو ما بعدش هالموضوع هذا الا بريفيو سا في كيف الدول العالم واخص بالذكر القانون التونسي الفصل 39 من المجله الجنائيه يقول لا جريمه لمن دفع صائلا عرض حياته او حياه احد اقاربه لخطر معناها داهم ولم يتمكن نعم دون ان يتمكن من يعني مواجهته باي طريقه اخرى. دونك لا جريمه لهنا في الحاله هذه.
يدافع على روحه، هنا تدخل في خانه الدفاع الشرعي. الدفاع النفسي ممكن بوتيتر هوني اساتذه القانون يعطيو رايهم. شكرا لك سيد علي شوشان صديقي اللي سالني سؤال، كان فهمت الوضعيه وهو فسرها لك باحسن طريقه ممكن سيد علي شوشان، كان ما فهمتش انت والله يا محمد. هذا سيد علي العميد علي شوشان بصراحه لابد ان نستفيد يعني من معرفته، خاطر هو يعني امني كبير ويدرس يعني بفضل. يدرس امنيين خارج امنيين من تونس ومن خارج تونس راه، ولذا يعني دائما ساعه ساعه يعملنا اشارات او اضاءات نكون له من الشاكرين. ربي يفضلك سيدي حسن. خالد علي، انا حبيت نكلم صاحبك محمد نقول له راه الرافله هذه جاتك خفيفه، خاطر فما واحد دعت بيه امه واش قالت له؟ قالت له يعطيك دار لبنيت ورزق لسعيد. ايوا يا اخي قعد شاد الحبس. انت ياك منعت شويه رافله تروح. شكرا لك خلود حسنين. البارح كنتوا عندنا باش نحكيوا على الصين والعوده الى الصين، موضوع مهم. تدسويت مع حسن بن عثمان. هاي سيدي حسنين. به باختصار باختصار، هل فما انتخابات متاع احد البلدان في العالم اسمها تايوان؟ أيوة. في جزيرة تايوان نهار 13 جان في هذا معناه وقعت الانتخابات نتاعها، ويعني صعدت للرئاسة شخص يعني يقولوا انه ماهوش متفاهم برشا، هو صيني ولكن ما يحبش الصين بلاده الاصلية مثلا. هي تخلويذة كبيرة هذه حكاية تايوان. تعرفش تايوان هذه اللي الناس كل يعني ما انتبهت لي انتخاباتها قديش معترفة بها من دولة رسميا في المنتظمة الأمم. قديش حسن؟ فقط كانت 14 ولا 13. 13 دولة فقط معترفين به. شنو دولة كالدول التافهة اللي بلا يعني كما نقولوا نحن هذيك بروناي مملكة بروناي كحسن ندري شو اسمه هذوك معترفين به أكيد الممالك الصغيرة التافهة يعني، وكانت معترفة بها هذيك شو اسمها هندوراس. الهندوراس الهندوراس هاي. يعني شيختها الصين يعني سربت لنا شويه اموال وكذا. ايوه سحبت الاعتراف بتايوان، سحبت الاعتراف بالصين. انا مش حنحكيك على هذا الكل يعني. تو الانتخابات تاع تايوان ما تعنيش برشا المواطن التونسي الغارق في تايوان. ايوه نحكيك على الصين هذه. ايوه الشيء العظيم الدولة العظيمة يعني هذه حضارة الصين هذه حضارة خارقة للعادة، وحيث تلتقي القدامة بالحداثة. حتى في الطب نتاعهم يعني يلتقي القديم بالحديث. صحيح. وحتى في المواثيق نتاع التعاون نتاعهم مع البلدان الإفريقية وكذا كذا حاطين بند لابد أن إحياء من الإحياء التقاليد ومراعاة يعني عمق ثقافة الشعوب، مش كما الغرب والحداثة أمسح اللي تربى عليه النخبة نتاعنا. لا هذه نوع آخر من المقارب. وتجربة الصين هذه مع تايوان تجربة غريبة عجيبة. خاطر هي شنو هي تايوان هذه؟ معناها هربوا لها جماعه الصين في البد الشيوعي الاولي. الصينيين تعرفوا بعضهم، الامبراطور نتاعهم هرب ومشى لجهه الجزيره هذه، والجزيره هذه من بعد احتلها اليابانيين وهم مسكين اخر امبراطور عندهم. تولى الامبراطوريه عمره عامين فقط. عمره عامين ولا قد عامين؟ لا عمره عامين. عمره عامين هو صغير دوبه تولد عمره عامين. نصبه امبراطور. ايوه لانه يورث لانه يورث. لكن مسكين هذا هكا فما فيلم عامله واحد طلياني كالطلياني الخطير نسيت اسمه. اما الفيلم اسمه ليدرني امبرور الامبراطور الاخير. حاجه غوله يحكي فيها كيفاش انه الامبراطور هذا نتاع الصين الاخير هو في تايوان، ومن بعد يعني ما نشدوه، ومن بعد سلمته اليابان رجعوه عطوه الماو تسي تونغ في الاربعينات. وماو تسي تونغ وجماعه وساعتها بعد جت الثوره كان قاطع ماو تسي تونغ حسني ما عندوش نوصلك هذا هو لان حاب نوصل لك كيفاش الرئيس الامريكي جون بايدن قال على الرئيس تشي تو موجود تشي قال عليه ديكتاتور. قعدوا مع بعضهم يحكيوا ومن بعد سالوه قالوا له شنو رايك في هذاك؟ قال لهم راهو هذاك تشي هذاك ديكتاتور شيلي ديكتاتور وعنده يعني يحكم في جمهوريه معناها شيوعيه مش كما نظامنا الديمقراطي مختلفين احنا مختلفين. وتصدم بلينكن وقتها معاهم في الجلسه هو هذا يلعب الكبارات المعلميه العماليقه. أيوة. العمالقه كيلعبوا من بعضهم يقولوا لبعضهم هكا. ايوه فهمتني لانه هذه حكايه معناها مترابطه. خلينا نقعد على الامبراطور اخر امبراطور. الامبراطور هذا معناه كيف كذا جاء معناه سلمته الصين سلمته في الثوره الثقافيه في السبعينات وعملوا ثوره ثقافيه بعد ما مات ماو تسي تونغ. عملوا ثوره ثقافيه وهذا ايضا يعني شدوه يعني حتى في حكم ماو تسي تونغ
كي رجعوه له اليابانيين ما حكمش على الامبراطور بالاعدام، قالوا له هذا هزوه يعني ثقفوه، مش ثقفوه، عندهم حكم مخصوص يعني اعاد تاهيل، عاودوه من اول وجديد، عاودوا تاهلوه. هزو يقرا في افكار الموتسي تونغ والشيوعيه والامور، باتشيو عملوا له باتش موتسي تونغ يرحم والديك، أيوة. رجلوا له دماغه وحطوا له بلاد. ومن ضمن اللي ما عملوا له من الاشياء يعني انه علموه ان يكون جناني، في جنين اي قد جنين، جنين يرحم أيوة. علموه ولي جنين ولا جنين خارق لاد مسكين، هو من بعد طلعوه وحطوه يعني يخدم في جنينه نتاع واحد ولا يتصور معه في جنينه ساعات اللي يعرفوه كذا، تعب دمر كان امبراطور عمره كان امبراطور وكذا عمره فين وتنحى ورجع ورجع وتنحى. هيا سيدي في الاخر معناه يقدم مطلب وهو ما ثقف كمان، وقال لهم راهو نجم نعاونكم في بلاي سخرين، حطوني في الارشيف. حطوه في الارشيف، كان اداؤه خارق العاده. ويعني معناه توا ماو تسي تونغ مولى الصين، هذا ماو تسي تونغ انسان عظيم يعني كيما لينين وماركس وكذا كذا في الصين. عمل شيوعية بما يتناسب مع شعبه وقطع مع شعوية الاتحاد السوفيتي، ودخل يعني كأخوك هذاك هنري كيسنجر أيوة. في 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 بين الظفر والحم وفرق على العلاقة بين الصين ولا أيوة. والاتحاد السوفيتي. وكي كان موجود هذا معناه ماو تسي تونغ كان معناه ديكتاتور حقيقي، يعني امبراطور ديكتاتور امبراطور. هنري كيسنجر قال لازم نصلحه بين الصين وامريكا، ما نرفع سوء تفاهم لما بيناتهم. هذاك عظيم، هذاك رجل خطير جدا، من اخطر الكائنات اللي ممكن في القرن هذا اللي معناها وكمات عملناه سناني بلين نكمل لك في نوفمبر نكمل لك جمله ولا اثنين في الموضوع هذا. الماو تسي تونغ هذا ما هو ولا ديكتاتور وكذا، حتى حد ما يتنفس، هو رئيس الحزب الشيوعي، هو رئيس الدوله، هو رئيس كل رئيس انفاس الوحد، وقول هو راه عظيم، راه ماو تسي تونغ كتب الشعر وعنده شعر خارق العاد. وايضا يعني معناها كي مشى هو جابوا جماعه الثوره الثقافيه واللي كان معناها السيغون تاعو في الحزب الشيوعي، قال لك نحكموا مع بعضنا، ما عادش الدكتاتوريه وكذا كذا والامبراطوريه، حكم يعني جماعي، حكم جماعي. هكا كي مشى حكم جماعي جي تشي هذا اخر مره تشي في القانون الصيني، هبط قانون يعني الرئاسة مدى الحياة، رجعنا قالوا ما يا رئيس مدى الحياة. عاد تصور انت معناها امبراطور او الرئيس مدى الحياة الصيني شي هذا جيان قدر شنو حاصيله، يقعد مع بايدن، وبايدن هو رئيس مش مدى الحياة، رئيس بزقة يعني يكمل جمعتين، وهو رأي الديمقراطية الامريكانية تختلف جوهريا على سميه توهم الاوباش اللي موجودين يتكلموا في الساعه على الميكروات وكلهم كانوا يسار قديم، يسار ديكتاتوري، دماغتهم مكونه من الديكتاتوريه، ديكتاتوريه البروليتاريا، ديكتاتوريه القوميه كما قلنا، ديكتاتوريه الخلافه، ولو ديمقراطيين أيوة. ونحن لو وصلنا للديمقراطيه لو وصلنا للديكتاتوريه، بحيث حبيت نحيي بك هذا بالموضوع وموضوع الاباطره هذا مغري، كنا نحكيك على الاباطره في الرومان حتى في اثيوبيا كان في امبراطور كان عنده امبراطور في اثيوبيا، كان عندنا امبراطور كبير يعني شد يجي 60 عام الحكم، هيلاسيلاسي يا حبيبي مالهت نحكيو عليه غدوه حسنين هيلاسيلاسي نجم ونخلت ولا نجم خارق عليه مات هيلاسيلاسي وماف كيفاش كان يشري في اوروبا والمثقفين تاع اوروبا والقاده تاع اوروبا ويرشي في الاوروبيين ويحكوا على الديمقراطيه والحداثه يا با. فما برشا منابر وكانوا يعيشوا حتى في امريكا وكل يوم يحكيوا على الديمقراطيه والديكتاتوريه. كي لا موتوا فما انا علاش هالمواضيع هذه معناها انا مغروم بها، كي ري يعني هالسفاسف او السفسافه هذه كلمه ابن خلدون السفاسف صحيح والسفسافه ايضا يهتمون بصغائر الاشياء ودائما يعني ما يطيحوا يغلسوا في ما هو اني وردودك الفعل وطحن الفراغ واضح طحن الفراغ اي خالد يطلب الكلمه على الصين حاجه اخرى في الصين محمد فما وحكي على تايوان فما هونغ كونغ احنا التوانسه نمشيو لهونغ كونغ بلا فيزا محمد باهي مشيت خالد مشيت لهونغ كونغ وعندك هونغ كونغ فلوسها مش كيما الشين عمل أخرى ايوا الشين عنده مليان وهونغ كونغ عندهم مثل الدولار نتاع هونغ كونغ دونك مش تايوان برك حتى هونغ سياحة كونغ. ولا تو بعد نقول لك بعد هو يعرف تشي ربما يعرف الامبراطور بنفسه مشي ما شاء الله اي خالد التواتي دار العالم يا ودي هالكوره هذه مش كيما الثقافه الكاتب نحن عندنا
ساعات ما يعرفش القرية اللي بحذها ما يزور حتى بلاد النهار كل في المكتب يقرا في الكتب. الكورجية كما اخوك خالد كورجي لامع لازم يكون ايه كورجي لامع خالد مشيتش بالكورة سي حسن ما مشيت باش هو اللي بيعلم فك الدباب السنقور مشي السنقور مشى 23 دور وكلات مساحك السنقور هذاك المفروض يحاسبوه السنقور هكا جماعة الرفق بالحيوانات المفروض هذاك بريجيت باردو ما ماتت هي بريجيت باردو المفروض يحاسبوا السنقور. وتتفكر التمساح اللي لقاوه ميت في بلفيدير ضربوه بحجر بحجر على راسه راه التوانسة ما لو كان يسمعوا بالسنقور كان يسمعوا بالسنقور التوانسة كي تمساح ما كنتوا يعطوه بدماغ. سيد علي انت قلت كان ضابط موت سيتون موت سيتون كان ضابط معناها شنو اللي فما من البروفيل نتاعو ستوندار موجودين مثلا في الضباط الكل ولا امتياز هو في حاجات اخرين الانضباط والجديه وال يعني القياده قياده معلم بالنسبه لي حسنين باش تكون رئيس الصين عندك مليار مواطن تحتك راهي حاجه صعيبه برشا وخذوا حروب هي. شوف الصين كانت نحن عندنا شكون مثلا من الرؤساء اللي تعداو ينجم يشد دوله كيما الصين هي راهو كي تشد دوله كيما الصين كيما دوله كيما تونس رغم اللي تونس ما تجيش حي صغير في اي في اي مدينه ما تجيش حي صغير في اي مدينه لكن راهو انت تحكم عائله متفرعه او تحكم بلاد او تحكم بلد هي الحكمه هل انت حكيم ام ترتور اذا كان ترتور يعينك تحكم وانت تقول تمخل وتكتب الكتب هي معناها هذا ما ينجمش يشد سين مثلا مستحيل مسكين شكون ما ينجمش يشد سين اللي يكتب في الكتب هذاك مسكين يعني هو ما شدش روحه مسكين قال لك يعني تبطل على الرواح سي بعد شوي نرجع نحكيوا على وزيره العدل السيده ليلى جفال حديثها للرجال الاعمال نحكيوا كره قدم اعتذار ياسين مرياح من الجماهير التونسيه والكياس تو سويت مع ايه بالغايب ورجعي من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على اي اف ام احلى غدوة يا فيما على راديو مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم حلقة اليوم بحضور السيد حسن بن عثمان رئيس التحرير السابق السيد علي شوشان العميد السابق وخالد علي التويتي الكاتب والروائي على الدوام نبدأ وتتسويت صفحة السياسة نحكيه على وزيرة العدل السيدة ليلى جفال وحضورها أمام مجلس نواب الشعب الحديث كان على رجال الأعمال والناس اللي موجودين في السجن نسمعوا شنو قالت السيدة ليلى جفال ثم رجعين بالنسبة لنا احنا المسار متاع الصلح الجزائي فيه اولويات الاولوية نعرف ان خطر الظروف المالية للدولة صعيبة احنا كان جات الظروف المالية ما هيش صعيبة ممكن ياسر ان ما تخناش فيه المسار متاع الصلح الجزائي ولكن احنا دخلنا في الصلح الجزائي نحب نعمل مصالحة بين الشعب وبين الناس اللي هي بممارسات غير قانونية وغير شرعية استولات على الاموال الشعب دونك الصلح الجزائي اللي يعني الهدف منه راهو باش نعملوا مشاريع ذات أهمية وطنية مش المشاريع اللي هي في إطار برنامج التنمية واللي هما في إطار فما اعتمادات مرصودت لهم في إطار ميزانية الدولة عندهم هما هذوك باش ينجموا ينفذوا المشاريع متاعهم هذوما خارج الإطار هذاك على ذاك بربي من فضلكم راهو احنا ماذا بينا رانا المشروع هذايا خدمنا عليه ونحبوه ينجح راهو احنا مش من مصلحتنا راهم رجال الأعمال باش يقعدوا في الحبوسات راه والله يصدقوني انا واحده من الناس قلبي مريض على الناس كلهم اللي في الحبوسات سواء اللي عمل جريمه صغيره ولا اللي عمل جريمه كبيره خاصه الناس هذوما اللي هما عندهم استعداد وقدموا مطالب في الصلح الجزائي وقاعدين يستنوا يعليش احنا نمخطو لهم الاجراءات نطولوا لهم الاجراءات وعلاش ندخلوا العائدات هذيك حتى كيفاش تدفع نمشيو نهزوها للمجالات اخرى مش هذا راهو الهدف نتاع الصلح الجزائي مش هذا الهدف تاع الصلح الجزائي كما قالت السيدة وزيرة العدل السيدة ليلى جفال قالت الغاية منه نعملوا واحد مصالحة بين الشعب وبين الناس هذوما اثنين نعملوا مشاريع ذات أهمية وطنية مش اللي داخلين في ميزانية الدولة وثلاثة وهي النقطة الأهم مش من مصلحتنا رجال الأعمال يكونوا في الحبس والأهم من هذا يا سيد حسن بن عثمان مش نبدأ معاك قالت يعني اليوم لازمنا نسرعوا الاجيال مره اخرى الحديث على الاجيال رئيس الجمهوريه يحكي على الاجيال تاع التقاضي فتح الملفات وتسريع الاجيال اليوم سيده وزيره العدل نفس النقطه فاليوم الصلح الجزائي ظهر لي جزء مهم من المرحله اللي تعيشها البلاد اليوم شوف الصلح الجزائي هذا في قانون يفصل يعني معناها يفصل يعني بنود واجراءاته على شكون ينطبق وما ينطبقش تو نحن عندنا 13 عام سيدي محمد ونحن حايرين في البلاد هذه كيف نفعل يعني مع الناس اللي سرقت فلوسات الشعب التونسي
سرقت يعني في مجرمون يا حبيبي فهم مجرمون يعني معناها انذار فهم مجرمون العلم يعني خطا اخطا في تقديراته كذا كذا ايش عملوا الحكايه من بدايه الثوره ما تتذكر سي عبد الفتاح مر الله يرحمه ينعم تقرير قال لي هذا حطوه على باش يثبت في الامور هذه عمل تقرير ب 500 صفحه في من جمل هال 500 صفحة يعني حالات بعينها هذا فلان سرق كذا وكذا وهاي فلساته واعترفوا ساعتها ما بدأت الثورة وفما مد اعترفوا ماما كشد الغنوشي والقروي مع بعضهم بدأوا يبتزوا في الناس حصلوا وقت عمليات من أسقط ما خلق الله وقت, شاء الله وقت عمليات بلو يا وشراب يا وشراب مراكنة مراكنة يعني يعطيني انت ممثل ب 100 مليون تعطيني 5 مليون وامشي وتعدى ودمرون الحياة اللي شد البلاد هذه ثلاث سنوات هذه وان شاء الله يا رب يطول في عمر قيس سعيد باش يحكمهم جميعا حتى اللي شدوا وزارة كذا وزارة كذا ولا عرفوكم ولا عرفوه وتكلموا توا اللي عمل لي خلص اللي عمل لي يجي تنوروك يا سيدي ويحلفوا فوهم توا يا سيدي بالضبط فهمتني اذا يعني العملية جاء الرئيس قيس سعيد عمل الصلح الجزائري امور بالقانون امور مرجله اي قال لهم ولا يا اخي ما من اجرم في عقل البلد مستعدين يتجاوزوا على اجرامه اذا كان رجع الفليسات وعمل لهم السيد الرئيس خطيه انه كل عام زايد ما عندك 10% اذا كان مثلا سنا لك عام 2011 نسالوك مثلا 100 دينار كل عام 10% معناها رب ان شاء الله تولوا 200 والله هم ولا شمات بحيث وانا نسمع في الناس اللي غردوا ابواق يعني ما يسمى بهذه ثورة يعني معناها وابواق رجل غنوشي واللي مازالوا تابعين ونعرفهم وابواق النبي القروي وذيولهم الان يعني مصدرين في كل ملابر كي تحكي تحل كل اذاعات تلقى هذا براتيكمون تلقى هذا قال فما سمعت واحد قال كيفاش البرلمان يصادق على الموضوع هذا ب 100% هم يحبوا معارضه لاجل معارضه فماش تفشيخه يحبوا المشاهده امشي للسينما حل مشاكلك يا اخي هل فما ترذيل لقانون المصالحه حسنين اليوم نسمع من نوع الخطاب يقول لك الدولة كأنها تطلب من هو العمال. محاولة من الإعلام التونسي وأقول ذلك جيدا وأتحمل مسؤوليتي كإعلامي لترذيل والطعن ويا أخي مش معقول هالضفادع اللي مسيبينهم ينقلقون لمصلحة من؟ أول فما مصلحة البهامة وفما مصالح أخرى إن شاء الله يكشف عليها البحث أيوه شكرا لك حسنين خلينا ناخذ رأي السيد علي شوشين سيد علي اليوم كنا نسمع وزيرة العدل تقول لك أنا قلبي مريض على كل إنسان موجود في السجن من أصغر قضية إلى رجال الأعمال ومكانهم مش غاديك يقول لك مع تسريع أجيال التقاضي فما الإشكال هذي في الطرح اليوم موجود شفت سي محمد محلال القانون كي يبدا ناضج هذا نسميه نضج علاش خاطر القانون هذا ولد ناضجا لانه مش وليد اللحظه هو مطلب شعبي منذ عديد السنين الثوره بالضبط اي حتى المواطن البسيط في القهوي يقول لك يا اخي انا مش مصلحتي وما نحبش رجل اعمال يبدا في الحبس بقدر ما اني نحب انه يرجع اذا كان هالبرة واذا كان يعني مخطئ ولا حاجه يخلي يفيد البلاد ومنها يعطي انجازات فاس جديد للبلاد ومنها يكفر على مثلا الاخطاء اذا كان ان وجدت تجاوزات وهذا يحدث زاد حاجه اخرى التداخل او المداخله تاع السيده ليلى جفال دليل جديد بصراحه على التساق الحاكم بالمحكوم فهذا من منبع الشعب التونسي انه يحب اللي ينتج ويحب الناس هذه تنتج وتكفر على اخطائها وفلوس فلوس الشعب ترجع للشعب دونك هذه حاجه مهمه برشا وهذه هي الحصافه في القياده والحكم لازم تكون معناها قوانينك نابعه من اطر معناها صحيحه وميدانيه وتهم الناس كل واضح وفي بداية الثورة وفي خلال ذاك برشا ناس رفعوا فما ناس نزهاء حتى يشدوا يعني يشاركوا في السلطة فما مش كلهم سقاط هو الأغلبهم مش سقاط هم غفاس لا هم مستجدين على الحكم لا يعرفوا شو يحكموا إنسان في الحبس 15 عام جيت حطي وزارة وانا عارف مسكين يا أخي ما يحبوا يهزوا وينفض على سعد ولا سعد البلاد اللي كبوهولا فهمتني يعني كان فيه يعني شعار المحاسب وشعار المصالحة والشعارات هذه الان كي نلقوا صيغه والان هي شنو الحكايه هما من 2024 تو فهم برشا مجرمين يتصوروا انا قيس سعيد ماشي باهي يقول لك انا ما نعطي فلوس الواه
فوالا يجي حكم جديد. تو يجي حكم جديد يجي ولد القروي انا وياه نحلوا الموضوع تحت الطاوله كما العاد. معناها مصلحه الدوله مش محطوطه. ما فماش مصلحه الشعب والواحد يا ودي يبيعوه يا ودي يا ودي. هؤلاء معناها عندهم عنف وعندهم سلوك مع الشعب التونسي غريب عجيب. ما نحبش نشبهوا نقول لك اسرائيل نقول لك غير. ما نحبش نشبهوا حتى التشبيه لكن هذا لا قلب لهم ولا يا ودي يصلح امورك ويزي من البلاد وحتى يرجع حق الناس وارجع اخدم على روحك. برشا ناس قال لك رؤوس الاموال ورؤوس الاموال شيء رؤوس الاموال هذه الكذبه اللي عاملينها. اول اغلب رؤوس الاموال اللي في تونس صنعتهم صنعتهم الدولة التونسية واللي وهذم اللي كانوا وطنيين خي رؤوس أموال إذا كان ما لقوهمش في لحظات الزمة ولحظات الزنقة ومثل هذا يخلق فينا يعني البنك الدولي ويخلقوا فينا يعني أعوان وعملاء هنا في تونس باش يرهنوا الشعب هذا إلى ما لا نهاية له وهم مرهون بطبيعته. كل مرة نشوفوا رئيس الجمهورية ويتنقل نشوفوا عينه مثلا من المتجاوزات هذه من القباض من الكرامة ديوان التجارة يا ودي اسمع فهم وشدوا هذا الفساد الذي الملفز انا راني عشرته وانا نعرفهم انا عشت معهم رايتهم انا خدمت عند ود القروي اعرف الامور القروي. يعني شدوا حتى معنا زعماء معارضه يعني وزعماء سياسيين ومولوهم ودخلوهم فسدوهم وصموهم بالفساد. اخي بربي نجيب الشاب بعد ربه هلواه برا اكيد يعني كان تلقى لي حل للمعضله هذه اتوم بعتفهم برشا اشراه اشراه دار اشراه دار باب نجيب الشابي اللي نحن بالنسبه لينا هذيك دار تنتمي للذاكره الوطنيه صحيح. هذيك كي شراها شراه شكون شراه بالغربيه مهدي بالغربيه صحيح شكون هذا مهدي بالغربيه يا حبيبي واعلن هذا في برنامج مالها شراها يا بابا باهي حسنين فقط حبيت نقول لك اللي كل مره نشوفه ديوان تجاره مثلا المره الاخرى الحديث على الشيك من بعد تداعيات سمعت الوزير السابق محسن احسن مثلا يحكي قال لك مستغرب انا ما نعرفش بالشيك نتعامله في العاده يصير فيرمون ديريكت ومانيش في الحالات هذه. محسن احسن رجل باهي نسم مليح نفس سمومنا ورجل باهي باهي يعجبني انا بصراحه سين راسين وهاي ومش متهافت ولكن يعني الانحرافات اللي وقعت في البلاد والجرائم تتجاوزه بكثير وتتجاوز طيبه قلبه وسماحته وكذا نحن نعيش بين مجرمين يعني حقيقيين مجرمين من نوع اللي شدوها اخيرا ما نحبش نسمي اسمه فهمت اللي شدوها اللي يعين في الوزراء يعين في الدوله يعين في الرؤساء هون الحمد لله في الكراكه تو واضح ترى خالد حبيت نقول حاجه ان شاء الله ربي يخلص وحلم رجال الاعمال وهي الوزيره محليها قالت لهم راهم الفلوس باش ناخذوهم راهي ماشيه للعبيد. نتصور انا بعد الشده هذه اللي شدوها وشافوا الحبس خاطر راهم رجال الاعمال ما يعرفوش الحاجات هذوك ان شاء الله يتو حسوا بالمواطن ان شاء الله يتو حسوا بالمواطن وباش نقول لهم حاجه راهي الدنيا فانيه فارغه واضح راهو الدنيا بالفلوس اللي يهزم معاك ومن بعد اي لميت حتى واحد من ثمن عمره لميت وبعد واضح. شكرا لك خالد. سيد علي قبل ما نكملوا ساعتنا الاولى سؤال نحب نتفاعل به معاك بعيد على هذه الكل. البارح حكينا على مثلا نزار الشعري وحكى على اوراق ما خرج فيهم اسمه وكل اوراق قلنا وحكيناها البارح في البرنامج مع السيد حسن بن عثمان انه خطيره اوراق بالسريه هذه ولا بالجديه هذه لمؤسسات الدوله وتخرج. فحبيت نسالك هوني وانت كنت في يوم من الايام في قلب الدوله وفي مناصب مهمه في الدوله عادي تخرج اوراق بالخطوره هذه؟ لا سي فرود اي وثيقه رسميه في اطار معناها اداري معناها محترم ورسمي اخراجها بغير الصياغ القانونيه ما ينجم يكون الا جريمه جريمه يعني سرقه ملفات تصوير اصلا تصوير ملفات في محكمه ولا في اداره ولا في جهه سلطويه معينه يعتبر جريمه وخاصه اذا كان معناها تحتمل طابع سري مطلق سري والا اي بالضبط اي نعم أي ولا نشره محدده ديفيزيون ريستراند فهذه موجبه للعقاب مباشره معناها ما يخرجش العقاب المشدد تدخل حتى في باب الخيانه توصل حتى لباب الخيانه تدخل باب الخيانه خاطر هذيك امانه توسكي معناها ادمنستراتيف وخاصة معناها يهم حاجات قوية ياسر ولا حاجات تهم الدولة خاطر فما حاسب أمن شامل بالضبط. للدولة فأي مساس بوثيقة رسمية من نوع هذايا وإخراجها لغاية عادة ما تكون الإخراج لغاية إجرامية فيعتبر جريمة ويعاقب عليه القانون. ممتاز شكرا لك سيد علي شوشان خالد علي حسنين ملتقانا بعد الأخبار إن شاء الله. مستمعينا خليكم معنا الساعة الثانية نحكيو فيها كورة نحكيو فيها على رسالة السيدة سامية عبو إلى رئيس الجمهورية خليكم معنا راجعين.
رجعنا لكم الساعة الثانية من دوامة بلوس بحضور السيد العميد السابق سيد علي شوشان، الكاتب والروائي خالد علي لوتشانو التويتي، ورئيس التحرير السابق السيد حسن بن عثمان حسنين. عنا تعزية ذهلي. والله يا سيدي محمد هو كلمي توا قبلك كي شلن التليفون. أيوة. لقى المسلم مزغني يطلب فيا، انا قلت شبيه ما عارف ليش نخدم في الوقت هذا، حسيت قلت اكيد فما شيء استثنائي، فطلبت وقلت له لاباس ان شاء الله. قال لي فاخبرني بموت صديقنا الشاعر التونسي الكبير الكبير بالمعنى انه ديمونسيون يعني اعراب اقلهن ما شاء وانترناسيونال محمد الغزي. محمد الغزي كان دائما اسمه مقرون بمنصف المقول هايب محمد، لانه كان ولاتيني مثل مدرسه القيروان ويعني الرهاف الصوفيه يعني القصائد الصوفيه التي تخرج على كانت المعهود. أيوة. هذو الناس يعني يقدموا لتونس اشياء عظيمه. سيدي محمد الغزي الله يرحمه رحمه الله عليه، هو من مواليد فيفري 1949 بارك الله فيك بالقيروان. أيوة. يعني روح القيروان وذاكرتها البعيدة وعتاقتها في الوجود حاول شعراء القيروان وعلى رأسهم سيدي محمد الغزي باش يستقطرها في قصائد يعني مذهلة ويعني كتب هو الرباعيات القصائد تتكون يعني من أربعة يعني أبيات. أسطر أبيات. أيوة. أسطر خصوصا أسطر مش أبيات، رباعيات الخير. كما رباعيات الخير بارك الله فيك. ورجل كان هو أستاذ جامعي كبير يعني في القيروان وفي تونس أيضا، وله إشعاع يعني عربي في الأمة العربية، تعتبر معناها اللغة العربية تحتفي به. وأين ذهب؟ سواء كان مشى لمصر أو للمغرب أو لبغداد أو السعودية، عنده مكان. هذو من الناس اللي يعرفوا وش معناه اللغة وش معناه يعني معناه. توفى اليوم منذ ما بارك الله. أنا حتى أول برنامج سيدي محمد يعني يخبر على الموضوع هذا باش نترحموا عليه يعني كذا. وبالمناسبة أنا ربما غدوة نعود له يعني زي محمد الغزي، لأنه يستحق يعني كثير من التوقف. وبربي الإعلام اللي يدور في الفراغ راهو يعني في المواضيع هذه راهي مهمة جدا. أما لكن ديك راه عندك جهلة شادين يعني خلينا نترحموا يا اخي. شنو هذا اللي شادين الاعلام؟ ماهوش اعلاميين هذول يا سيدي. رحمه على سيدي محمد الغز. عنده مقطع شعري مثلا لقيته تو يعني عرضني بارك الله فيك وريته لي انت في الانترنت. ابتهج بالحياه ولا تحتفل بوصيتنا الباطله، نحن نؤنه باعباء حكمتنا. نؤنه معناها تعبنا نؤنه نؤنه كل واحد اللي الحمل. ايوه نؤنه يا اي انه ايوه معناها الحمل اللي ثقل عليه بيه. نحن نؤنه باعباء حكمتنا. تصبح الحكمه هنا شوف شو مبنه كانه الحكمه والانسان كي يطعن في العمر يعني يصبح عبء عليه وعبء ما وصل شيء. نحن نؤنه باعباء حكمتنا واضعنا صواب ضلالتنا ولم نستدل السبيل، فلا تقف خطوتنا وتشبث بغفلتك العاقلة. كانوا يدعوا الجهل ما تبعناش ما تبعش. قال طريقنا لا وطريقنا ما هزناش حاجة. وذي الوصية اسمها قال لي حسنين يرحم والديك. وعنده قصائد أخرى على الموت. هو كان مبكر وكان يداع بالموت ويقول له وقولوا كان يجيني الموت اليوم وقولوا ارجع لي غدوة لو فما حاجات ما ذوقتهاش فما كذا. أيوة. او حاجات جميلة جدا. ربي يرحمه وينعم ان شاء الله. ونحن نعزو القيروان كلها عائلته ونعزو القيروان يعني فردا فردا وتونس والأمة العربية في الشارع العظيم. كي نقولوا محمد الغزي ماهوش من سوريا يعني وكان جاي من سوريا كما نزار قباني راهم يحفلوا وكذا والطبرزة ويحتفلوا بالتفاهات. ايوه محمد الغزي ربي يرحمه من شعرائنا والساحة الثقافية تفقد اليوم شخص. حسنين البيت اللي قلته هذا ما نعرفش فكرني هكا شوية في ذو العقل يشقى في النعيم بعقله أبو الطيب المتنبي. مش أبو الطيب هذه أبو الطيب المتنبي. أبو الطيب إذا أبو الطيب أبو الطيب وعندك المعري وكل يا ود انا هلا ما ترى ونعاود نقرا في المتنبي. ممتاز يا اخي ممتاز وعنده سقوطيه بلا مثل. ايه. المتنبي ايه وكان متملق يا ود هو عظيم. ايه. شاعر عظيم. ايه. ولكن عنده ككائن بشري عنده سلوك من ساقط اجريسيف ساقط يحب يوصل المسار. لا جي يمدحك انت. ايه. يتقرب يتملق يحب يتفتفك كما مثلا تسكر عليه مدحه علاقته خاصه بكافور الاخشيدي طبعا. وكافور الاخشيدي هذا انسان عظيم. مه.
هذا من ممالك العظماء، وهو الحقير المتربي مشى يتسول عنده، ومن بعد كي طرد ولا يش يسب فيه ويقول ولا تشتري العبد الا والعصا معه، الا ان العبيد لانجاس مناكيد. أيوة. هو منكود ايضا منجوس المتنبي. ايه نعم، ويضربوا لي عطير جماعه المتنبي في الجامعه التونسيه. فما برشا ما عنده انصار في تونس. اوه مش برشا، فما عميان يا عبد المتنبي كان يكتبوا عليك. عبدوه يا عبدوه كان يكتبوا عليك. ملي قلت لك يضربوا لي عطير، وطيرتي عاده تهرج في الساعه الخامسه في وقتها بعد الشفق. ايوه. بعد جاي نحكيو كوره احوال الكياس تونسيه مع ايوب الغايب ورجاي. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفام أحلى غدوة. إيفام أحلى راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم مباراة القمة في برنامج اليوم، ذهل الكوت ديفوار نيجيريا، ديربي القارة الإفريقية، تعادل السلبي لحد الآن 0-0. نلعبوا تقريبا في الدقيقة 20 فرصة المنتخب الكوت ديفواري والدفاع النيجيري حاضر. نرجع لمنتخبنا، المباراة القادمة ضد منتخب مالي. ياسين مرياح حكينا على تصريحه اللي قلنا بصراحة باش يخلي برشا تأويلات بعد، وباش يخلي برشا كلام الحديث على انه احسن لاعب في المباراة انه مرتكب شغلات. ياسين مرياح يوجه رسالة للشعب التونسي ويعتذر، حتى نسمعوا شنو قال ياسين مرياح ثم رجعين. اكيد الواحد ما لازموش يجاوب شو جاوبته شو البارح، ان شاء الله جاوبي ما تفهمش بالغلط، مي كي يبدا كيما قلنا احنا سؤال على المباراه، نحن نجاوبوا المباراه بكل رزانه. ما شاء الله عمري 30 سنه اليوم، مش اول مره باش نخرج للميديا، مي البارح السؤال كان موجه ليا انا سبيسيالمون، واللي هو سؤال غلط الحقيقه في نظري انا، مي سي با غراف، تو البلوز امبورطون المنتخب، البلوز امبورطون تورنوا، ان شاء الله نربحوا الماتش الجاي ونفرحوا التوانسه. هذا اللي بيه الفايده ان شاء الله، هذا اللي بيه الفايده. ظهر لي فما مسؤوليه اليوم نسمعوا في خطاب اللاعبين ولا في ظهور اللاعبين اللي تكلموا البارح الكل. نبدأ ياسين مرياح، علي العابدي، نعيم سليتي، الكل نفس الروح، سي ماتش ونسيناه، نعترفوا غلطنا، نعترفوا ما كناش في نهارنا، اليوم الأهم هو الماتش الجاي ضد مالي. هو تكلم كل شيء، ما عادش نجم تقول هذا، قالك تكلمت اشو وهو سخون، وزاد حتى الكيستيون اللي عطاه له زاد موجه شويه، حسيته موجه شويه. ما تجيش عيب جوار خاسر وفي كيما مو كيما هذيك، وتعرف انت وقت اللي واحد يولي تعب حتى يولي نيجاتيف محمد، تعبي يخليك تخرج من والريزلتات خليك تخرج. اليوم كنت نحكي لك قبيله، قلت لازمنا نكونوا بوزيتيف مع اولادنا. اليوم خسر ماتش الكوره، وذيك الكوره فما رابح وخاسر، يلفو اكسبتيك الخساره هذيك، وان شاء الله من الخساره نبني ونمشيو لقدام ان شاء الله. باهي، الحديث على استمراريه المدرب جلال القادري من عدمها مع المنتخب وغيره من النقاط، نسمعوا السيد حسين جنيح شنو قال وناخذ رايك خالد. حسب رايي نتصور اللي انت من الصحفيين اللي تبدا عندهم المعلومه دقيقه، حسب رايي كان شايف فما العرك والمعروك راك اكدته، ما راهو ما غابش عليك مادامك تتسائل، دونك معناتها مش موجود. نوضحوا للناس، ما عندك الحق في التوضيح، اما هاني قلت لك نعرف معناتها اللي مش المنتخب بعيد عليكم الحقيقه، معناتها كان فما حاجه راهي بالحق موجوده راكم سمعتوا بها. لا اني شو نقول توا يفو اتر كالمي سوغان، راهو معناتها كره القدم معناتها باش تلعب فوق الميدان، مش تبان بالكره نهار السبت باش نلعبوا مع مالي، لازم نحضروا مباراتنا كوم الفو باكثر ما يمكن، معناتها تركيز تركيز التركيز راهو من مفاتيح المباراه المقبله، والتركيز باش يكون معناتها تيله الايام اللي باش تسبق المباراه هذه. الحزن معناتها الكل تونسي في الكوت ديفوار ولا في تونس، تبقى مادام فما قلت لك التدارك ممكن ينجم الحزن هذاك ان شاء الله يتقلب فرح. خالد علي التويتي، نحكي معك على الكلام تاع سيد حسين جنيح، نحكيه شكلا ومضمونا، المحتوى سمعناه، التايمينج ايضا مهم، ذا الوقت اللي يتكلم فيه مهم. مهم محمد، تو كيما حسين جنيح شد ليتوال وعنده مده وهو مسؤول معناه في ليتوال، وذي القوه في الجامعه تو في الجامعه تو كان في ليتوال تو ولا في الجامعه، عنده هشام عمران زاد رئيس الوفد، عامل كاتر كوب دافريك ودو كوب دي موند. اليوم يعني المسؤولين على خاطر علاش فما دي مومون تتعدى يلزم المسؤولين هما اللي يلموا الجمعيه، خاطر كان تدخل بروبليم بين المسؤولين والملاعبيه معناها مشينا للفينغ. اليوم حكايه كلام
متزن. اليوم الكرة ما فيهاش علم صحيح، محمد تنجم تربح انا قلت لك من بدا الكوب دي موند، قلت لك اليوم الكوب اللي بدا الكوب دافريك، قلت لك الكوب دافريك هذا يا محمد ما فماش ماتش مربوح. علاش الجمعيات الكل يلعبوا في البلوك اللوت؟ انت شوف الماتشات الكل جمعية اللي تخسر الكرة 10 وراس سنتر، دونك البونتو ولا صعيب برش. حتى شوف البونتوات كيفاش صعب برش. اليوم فريق القومي عندنا لي كاليتي نتاع لي جوار يلعبوا، عمرنا ما وصلنا ايكيب ناسيونال عندنا دي جوار في الكاليتي هذوم في التون دو. ناس كي تلعب لك راهو محمد في فرانكفورت، والناس تلعب في يونيون برلين ويلعب في جمعيات كبار، راهو الناس يلعبوا ناس بالتكتيك. فوالا الحديث اليوم على عيسى العيدوني، انت حكيت على عيسى العيدوني، قلت لك وقتها العيدوني الاقرب انه يكون اساسي في الماتش هذا. محمد انا من ضد المدرب، قلت انا شفما حاجه محمد والله ما عندي معاه شيء، حتى كي نبدا نحكي المدرب اضعف من الفريق برشا يا محمد. انا شوش قلت لك قبل ما تبدا الماتشوات، قلت لك راو الكوب دافريك هذه نتاع دي زونترونور، وريتك كيفاش ماتش لافريك دو سود كانت خانقه المالي، بدل لونترونور ولات مالي خالقه لافريك دو سود. انت وقت اللي تخلي العيدوني، العيدوني ايش عنده العيدوني؟ بقرر بقاش هما باش غلبون، غلبونا بالبقار والرابيديتي. واضح وقت اللي عملونا البقار والرابيديتي نحن اش لقينا؟ لقينا لي دي شي، ولات ما عادش عندنا دي شي. اليوم باش اليوم الماتش الجاي ان شاء الله، الماتش الجاي بنحكي على الماتش الجاي ان شاء الله، المدرب يكون فايق بالكدا على خاطر ما يلزموش يمشي للاتاك، خاطر غلطنا في الدقيقه 86 محمد وماشي للاتاك سامحني منك. واضح، شكرا لك خالد بربي في الاثنين. ونحن نحكي سي حسن الكرسي بجنبك فارغ ولي تكري فيه ولا شنو؟ للنجوم للنجوم. نرحبوا بصديقنا رضوان الفالح اللي موجود بحذانا، بعد شويه تسمعوا في سبور بلس. رضوان مرحبا بك اخوي، صافي ان غرون بليزير باش نبدا بحذاكم، ما تعسفت عليكم شويه باش نتفرج. مرحبا، انا بالنسبه لي والله سعدت بحضور وقلت لمحمد خويا، قلت له بربي اذا حضر الماء بطل التيم. ايوه ما دام جاء المعلم تاع الواحد خليني انا انتهى دول بس محمد انتهى دول. سامي عبو بعد شوية سياسة عن رضوان يحكي على سامي عبو، رضوان يحكي على سامي عبو. الله يهديك نسبق شابيتر برا رجله هل شابيتر سامي عبو حط مباشا الله يخليه. قديش فهمت مع رضوان على الكرسي؟ رضوان محلى وجود ومحلى حب يعني قلاب ومحلى ثم ناس طيبين وبهين ربك حسناتهم توصل قبل ما يعملوا حتى حاجة. باه مثلا العربي سنقري كان بجنبك في الكرسي هذاك بلا يبدل هولي يا شوف في حاجه. سيد علي شوشان تفرجت شوي في الماتش، تبعت ماتش تونس وناميبيا، فما خيبه الامل حسيتها هذه زاد؟ بيان سور كيما كل مواطن تونسي حسيت خيبه الامل، لكن انا بالله نحب نقول حاجه سي محمد، يعني ان شاء الله ما تاولش كلامي كيما صار كمرت مره في موضوع حنبعل المجد. حنبعل انا بحكم علاقتي بالكوره معناها ماهيش كيما الناس الكل، اي ما كورت لونها بسيطه، كورت كمان في جمعيه محترمه مدنيه بالليسانس نتاعي، وكنت قلب هجوم كما سي خالد. أيوة. هذا القفاصه كل يعرفوه، لكن انا بصراحه را مع احتراماتي للسيد اللي كان يتكلم، راهو اللي ترو طار باش تكلم على التركيز من عدمه. يا اخي راهو البروفيسيوناليزم الاحتراف يشترط التركيز المسبق، راك ماشي ماكش ماشي في اللحظه لانستون تي ولا لانستون زيرو باش تولي تبدا تركز ولا ما تركزش. التركيز يكون ملي لميت الباجاج نتاعك ومشيت الغادي ولا وقبل ذلك بكثير زاد. بالضبط زاد كيف فما مشكله اخرى اللي هي عقليه الكبش الفداء لبوكي مسار. يا اخويا انا نسمع في ناس تو بعد الخساره هذه مباشره اقاله المدرب، تعويض المدرب، تنحيه المدرب. يا اخويا صفا الخساره والربح داخله في لعبه كره القدم، علاش ما نقبلوهاش يا رسول الله؟ هاو خالد يجاوبك السيد المدرب. السيد المدرب بعد توفى باش يكتب ربي من بعد تحط الناس كلها على الطاولة تقييم بعد ولا يقعد ديبريفين. هذا هو المطلوب. اما البوكي مسير لا، العقليه الكبش الفداء بربي نحيوها ويزيونا منها. مش كبش فداء هو فالح يلعب بالكوره ساعه ساعه كي يجي كونترونور قوي الناس الكل تولي تطبق تكتيكيا حتى في الربلي ديفونسيف. انا مره نجي ناخذ البريم نتاعي نلقى روحي ناقص فلوس. عليه مسيو قلت قال لي في الربع ساعة ذيك ما رجعتش. أيوة. دونك اليوم فما مدربين يحاسب لي جوار، يحاسب لي جوار في البلاسمون في الروبلاسمون بتاعك راه مش تفاد ليك. فما دي زونترونور كيعطيك كونسيني أو فالح يلعب طبق خاطر نحن فالح يراه يبدا يخلص بعد نحكي لك لا ما فهمتش بالله محمد سامحني يبدا يخلص من السبعة سامحني هو يلعب ديفونسور. اليوم أنا نحس فما قعباجي علي معلول والأريير دروا نتاعنا كشريدة أنت شنو اسمك ديفونسور؟ اول حاجه الرول ديفونسيف نتاعك الديفونس رول ديفونسيف. وقت اللي تشوفهم الزوز يبداو طالعين تحس فما همجيه،
يعني فما لازمنا ديسبلين تكتيك لاسبيت تكتيك البونتو البونتو اللي كليناه كان تشوف ديزوردر كامل واضح. كان جات لي زاريير واقفين في بلاصتهم ما ناكلوش واضح. غدوه نرجعوا نحكيوا على مباراه مالي كيفاش لازم منتخبنا يكون حاضر وكيفاش يحضر للمباراه هذه. نرجعوا شويه سياسه سي حسن على القليله افرح بضيفك شوفوا يحبش حاجه سربير انا سربير في قهوه كان نخدم في معركه يا اخي فرح بيا بالعبارات وفرح بيا بالبوس والتعنيق تبارك الله قامه كبيره سي حسن ربي يفضل تو اعطاك كرسي واعطيت كرسي للسيد وحطيت له الماتش يتفرح افرح بيه كمل شوف ويحب الحاج مش قيو حبيت نشطح تو هكا سي محمد تو حبيت نملس انا كي جيته هو قلت يعني بارك الله فيك تفكروا كلاعب لا هو لا تفكروا كلاعب في المنتخب رضوان ولا تحب نكذب عليك لا ما نذكر وش كذبش علي انا اسمع ساعه مع زروق خونا زروق وبارك الله فيهم كجماعة ورضوان محلي زروق وجماعته والمحامي خونا ذاك فتح المولد وعبد الباقي بن مسعود وسمير ومحلاهم يا اخو يعني فريق خطير بلا حرام كان هزينا الفريق هذا يلعب في افريقيا في مع الفرق بلا حرام يجيب لنا على الاقل ما يجيبش الكاس يجيب لنا ودن الكاس نعطيك السؤال اللي سألولي البارح حسام بن عثمان قبل ما نبداو البرنامج قال لي كان زاري باش يلعب البطوله هذه ولا معناها باش تفهم واش هو موكم قال يغش فيا انا نسمع بالكنزاري يلعب نعرف عليه وقتاش كمل وقتاش باش يلعب راسي احسن ما في الفيتيرون قالوا الحبيب ميقالو اسالني صاحبي وخويا ولكن هو كان يسخر مني ويريد ان يعرض به ايوه لجهل العامين بالموضوع هذا نفتح صفحه السياسه وهو من ميادين اختصاصك سامي عبو كان ضيفه برنامج 90 دقيقه اليوم واحكيت ووجهت رساله الى رئيس الجمهوريه في علاقته بردود الفعل في علاقته بالنقد نسمع شنو قال السيده سامي عبو ثم ناخذ رايكم راهو الشعب التونسي تعب مثلا تعب برشا على مستوى وتشوفوا علاش هو عمل استقاله من الحياه السياسيه علاش مشيش انتخب كي هو قيس سعيد لقى انه هو برنامجه باهي وقاعد يستجيب للناس وقاعد يوصل للناس والى اخره يسال سؤال يقول علاش ما خرجوش الناس انتخبوا في 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 راهو مش انتخاب حاجه بسيطه راهو في انتخاب في مشروع القاعدي راهو راهو الاسس نتاع مشروع القاعدي نتاعو معناتها يقول قال علاش ما تجاوبوش الناس ما تفعلوش الناس مادام هما على خاطر قلوا على خاطر الناس راهم تعبين راك انت ما تسمعهمش راك تسمع كده اللي يغني لك بسمع الناس التعبه اللي اغلبيه نتاعها اهمها اليومي كيفاش تلقى باكو الروز كيفاش تاخذ باكو الحليب تحت الكونتوار تقول كونترا يعطي فيه العطار ملفوف في ساشي بلاستيك كحله ولا كيغ جريده كيفاش يخطر في السكر كيفاش يجيب مصروف وباش ينجم يقاوم معناتها غلاء الاسعار ومتاع نتاع اللي اصبحنا عليه مش معناتها لانه كنا مش في غلاء الاسعار موجه نقول لك بغيت نحكي معك توا راهي المشكل انه بقدر ما انت تنقد الوضع الحالي بقدر ما يطلعوا لك يا اما الزقفونيات معناتها على موجه واحد وين الجماعه اللي بالحق صادقين هذيك حد نيتهم يقول لك ايه تحكيوا توا وكيفاش كنتوا لا كنا في كارثه لا كنا في كارثه ما نقولوا كنا في كارثه لا وانتقلنا من كارثه الى كارثه. رئيس الجمهوريه مش قاعد يسمع في الناس قاعد يسمع كان في اللي يغني له سيد حسن بن عثمان تقول علاش الناس ما مشيتش في مشروع الرئيس في الانتخابات هذه الكل انا مزقف ومزقنف وهوني باش نوصل لك زقنوف حقيقيا ويعرضوا لي في الدوره الزايده استنى استنى تو نحكيها باب الناس كل ولا تتحدق ولا تعمل في تخريجات لغويه هذه قالت لك من كارثه الى كارثه كنا في كارثه هذا صحيح وانتقلنا كارثة هذه نثبتوا فيها هذه بالنسبة لها كلنا في نظام بن علي في كارثة بالنسبة لها هي تو اعتبرت السنوات العشر اللي السيد زوجها كان يعني محركين فيها وهي كانت أيضا موجودة في البرلمان وتعملنا في عروض رديئة في البرلمان يعني اعتبرتها كارثة بارك الله فيك اعترفت أنه كانت في كارثة هي أما فما ناس يعني حظهم أو برجهم بالكوارث دائما حطهم وين تحطهم دائما سيلقوا أنفسهم في كارثة إذا هذه سامية عبو وعلاقتها بالكارثة تخصها تحديدا فقط اللي مش يتفاعل اللي مش يجاوبه يا أما من الصادقين يا أما من الزقفوني لا شوف تو تحكي على الروز والحليب وكذا هي محامي ورجالها محامي ولبس عليهم والله مصلي على النبي وربي يزيدهم ان شاء الله يعني يتاجرون باحتياجات الناس بهذه الطريقه تو تحكي على الروز هي تلوش على الروز تلوش على الحليب تلوش على السكر تلوش على المعيش اي مو سياسي هو اللي يحمل معاناه الشعب زاد يوجه رساله هذه تعمل معاناه الشعب يا 10 سنين ويا شد البلاد قالك تعمل معاناه الشعب حرام عليك
شو هذا؟ إيه؟ شو تعرفوا؟ هذا من المفروض يحاسب هون. ابو شنيه يودي هذم هم سبب الخوار حب الحقيقه. أي. هذم سبب الخوار. باهي. رضوان خوك رضوان تفجع سايس لي رضوان كيما انا لازم نتبع فيه ومستلزم هذه اطراح اخرى لا لا بربي نقول سامي لا تستخفوا بذكائنا لا تستخفوا كذا يا اخي احترمونا ويزي مش شعب مش شعبوي يحكوا على شعب مزايده تعتبروا الكلام اللي مزايده فارغه بلا معنى بلا معنى ثم انا الوم اي خرين من تلوم من تلوم من تلوم الوم السياقات اللي تو بربي الاعلام تاعكم هذا يجيب لنا في السيد عبو الوهته عملت عمليه عملت حزب جديد عملت يعني جابت كذا خنتوشي سياسي صح معارض يا اخي نوليو نختاروا شكون يحضر وشكون ما يحضر ما معارض عنده فعاليه شو معارض هاي اليوم معارض يعني تبلو في الفراغ بلا شيء هاي اليوم لازم نسمعوا الاصوات ذات المعارضه اسمع يا اخويا اقعد واسمعوا الصباح على الاصوات وتبنوا شو كل معارضه بفراغ انت انت زيادة باش تولي تحب تسمع كيما قالت هي رئيس الجمهورية اسمع كان اللي غني يا اللي مش معهم قال لك زقفوني اللي مبي وفما صديقين قال وفما صديقين صديقين مرة بالكونكور برا جيب لنا على الترمومتر يحكي عليه يعني سيدي علي ونشوف شكون الصادق وشكون الكاذب وشكون المنحط وشكون اللي مش راجل وشكون الراجل باهي رئيس الجمهورية اسمع كان اللي غني له خلينا ناخذوا هذا مش يسمع ما تحب يسمع النواح ونديب نتاع سامي عبو ما يسمع اللي غني له يا اخي خليه فما شي ما تهز معنوياته ودنا البلاد بطريقة جيدة واضح شكرا لك سيد أحسن من عثمان خلني أخو رأي سيد علي شوشين في الكلام هذا تقول لك الناس تعب اليوم سامي عبود تقول لك الناس تعب هذا عليش يمكن ما شاركوش برشا في الانتخابات ورئيس الجمهورية مش قاعد يسمع في الناس الكل شوف سي محمد أنا نحترم بطبيعتي جميع الأطياف السياسية ونعتقد ونمن أن السياسة تطلب التشاركية مفيش كلام مش نجم مقدم الناس كل يلزم الناس كل تعطي رأيها وتمد يدها وتسجل حضورها هذا طبيعي بيه؟ تبقى نلتحق بسي حسن لنا في موضوع اي في موضوع ان العشر سنوات اللي تحدث عليهم السيدة الفاضلة هذه سامي عبو السيدة سامي عبو كانت هي جزء منها دونك هنا مذهبية والاعلى صوت كان تتحفظ شوي في ما تقوله معقولة ذي حاجة اخرى الإزالياس هذوم الكنيات يقع اطلاقها على هدوا فينا على جهه معينه فما ناس قلت هي قالك هاتوا نحاكموا حاكمونا يا سيد كي تشدوا انتم بالسلطه اعدموني انا شخصيا لا لا والله العظيم كانت شدت هذه فلانه هذه نقولها تفضلي اعدميني وامسح لك على الورقه وما نحبش نعيش معاهم يا لطيف يا لطيف باهي يا لطيف شو هذا كمل سيد علي فكرتك هذاك هو دونك ليزالياس التصنيفات هذه زقفوني على زيد وعمر كل شيء بحكم انتمائهم الى فريق معين ف انا جو سوي كونتر بصراحه واضح شكرا ليك سيد علي شوشان خالد علي تويتي شكرا ليك حسنين شكرا هكا نكونوا كملنا الجزء الاول مع الفريق باش يكون موجود بحذانا بعد الاعداد سيد لطفي بن عزيزه خليكم معنا فاصل صغير وراجعين